الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى وما بعده من الأبواب لبيان بعض الأحكام المتعلقة بأداب الاستئذان. كما مر علينا كثيرا أن هذا الدين دين عظيم، لم يبق شيء من المحاسن إلا دلنا عليه، ولم يبق شيء من المكاره إلا نهانا عنه. ومن ذلك هذه الأداب الذي نأخذها في أداب السلام وأداب الاستئذان، فهذه من محاسن هذا الدين العظيم. فأولاً ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم. وهذه الآية قد تكلمنا عليها وبينا أحكامها في دروس سابقة. قال: وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغ الأطفال الحلم، والمراد بالحلم هنا البلوغ، المراد بالحلم هنا البلوغ، ولا يشترط في ذلك أنه لا بد أن يحتلم، ولكن عبر بالاحتلام في هذه الآية لأنه الغالب. والتعابير في نصوص الشريعة إما تأتي على اليقين أو على الغالب، وهنا جاءت على الغالب، أن الغالب أن الطفل إذا بلغ أنه لا يعرف، يعني لا يعرف بلوغه إلا باحتلامه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فدل على أنهم قبل الحلم يسمون أطفالا، يسمون أطفالا. وهل الأطفال يستأذن أو لا يستأذن؟ الأطفال الأمر فيهم يسير، فلا يحتاجون إلى الاستئذان إلا في المواضع التي جاء النص عليها في هذه الآية. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. دلت هذه الآية على أن من بلغ الحلم وجب عليه الاستئذان وجوبا، فالاستئذان ليس من المستحبات بل هو من الواجبات. وقد جاءت العلة مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أجل البصر. فهنا سبحانه وتعالى قال: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الذين كانوا قبلهم من الصغار الذين بلغوا الحلم، فيستمر الحكم لمن بلغ هذا العمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. طبعا الآية التي ذكرناها، الآية التي قبلها فيها الترخيص للصغار بعدم الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة المذكورة في القرآن، من قبل صلاة الفجر، ومن بعد الظهيرة، وأيضا بعد صلاة العشاء. فهذه الأوقات يستأذن فيها الصغير والكبير، يستأذن فيها الصغير ويستأذن فيها الكبير. أما غير هذه الأوقات الثلاثة فلا يستأذن فيها إلا الكبير. لو كان الصغير يعني منتبها ويعرف هل يستأذن أو لا يستأذن، نعم يستأذن، لأن الأحكام الشرعية معللة، الأحكام الشرعية معللة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. فلو كان صغيرا لكنه ينتبه ويعرف فإنه يعني لا بد أن يستأذن، لأن العلة متحققة فيه فيأتي الحكم عليه. قال هنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه، تستأذن ثلاث مرات: إن أذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لك ارجع فارجع، بل وطن نفسك على القبول، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا، إذا قيل لك ارجع فارجع، ولا وليس هذا عيبا لا على الرجل المستأذن منه ولا على المستأذن. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أطهر لكم. والاستئذان ثلاث، هل هذه الثلاث يعني
في هذا الحديث الثلاث مقصودة أو ليست مقصودة؟ نعم مقصودة، الثلاث مقصودة، فما فوق الثلاث فإنه لا يستأذن المرء بل يرجع، إلا في حالة ذكرها العلم إذا غلب على ظنه أنهم لم يسمعوا، إذا غلب على ظن أنهم لم يسمعوا الاستئذان فهنا في مثل هذه الحالة يجوز له الزيادة على الزيادة على الثلاث، وإن اقتصر على الثلاث امتثالا للحديث فهذا أحسن وأولى. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه، هذه العلة، العلة التي من أجلها شرع الاستئذان البصر، من أجل أن لا يطلع الإنسان على عورات غيره، فهذه العلة. فهل هذه العلة مقصودة ولا يدخل فيها غيرها، أم أن ما جاء في حكمها يدخل معها؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول الاستئذان من أجل البصر، فلو كان الرجل أعمى لا يحتاج أن يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال إنما الاستئذان من أجل البصر. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مقيدا بالبصر، لأن ألفاظ الشريعة تأتي على غلبة على غلبة الأمور، فهنا الغالب أن الاستئذان من أجل البصر، فلو كان أعمى لكنه يسمع، قد يسمع شيئا يكرهه أهل البيت، فهنا نقول العلة متحققة، العلة متحققة، فإذا الاستئذان يبقى، وإنما التعبير بالبصر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو على الغالب والله أعلم. قال وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت. هنا لم يذكر من هو الصحابي، قال رجل من بني عامر، والجهالة في الصحابي لا تضر، بما أن صحابي لو جهلنا اسمه لا يضر في سند الحديث. قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال قال هذا الرجل من بني عامر قال أألج، أألج يعني أدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا، يعني أخرج إلى هذا الرجل فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل، يعني الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخادمه اذهب إلى هذا الرجل وقل له كذا وكذا، فامتثل مباشرة هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. إذن هذه صفة الاستئذان، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، هذه الصفة الصحيحة الشرعية في الاستئذان، بل سيمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رجلا لم يسلم ولم يستأذن بالطريقة الصحيحة، وأمره أن يسلم ويقول أدخل ثم أذن له. فإذا هذه الصفة في الاستئذان مقصودة شرعا، أنك تسلم ثم تطلب الدخول بأن تقول أدخل أو نحو العبارات التي تقوم بهذا المعنى، لكن المهم أنك تسلم أولا، لأن السلام في الاستئذان مقصود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. آخر حديث في هذا الباب قال عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، وهذا هو الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا الحديث يدل على ما ذكرناه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يرجع ثم يسلم ثم يستأذن، ولا بد أن نعلم أنفسنا هذا الحكم ونعود أنفسنا عليه، ونعلم غيرنا ممن في بيوتنا على هذه الأحكام الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.